مشاهدينا، لا شك يعني الإجراءات الاحترازية تواكب جميع مراحل العملية الانتخابية، وحاليا نحن في مرحلة التسجيل للترشح للانتخابات، واللي تشهد تنظيم استثنائي للإجراءات لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية. مشاهدينا، معنا الدكتور أحمد العجمي، أخصائي طب عائلة بمنطقة العاصمة الصحية. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. يعني بداية، ما هو عملكم داخل إدارة شؤون الانتخابات، وكيف وجدت مستوى التجاوب؟ حياكم الله بالخير، حياكم الله اخواني متابعينكم، ومساكم الله بالخير جميعا، مشكورين على الاستضافه الطيبه هذه، وسامحونا على قولتهم تشكيلات كانت سريعه سريعه سريعه، ما توقعنا راح نكون معاكم لايف على بالنا بس تصويري. حياك الله، حياك الله. طول بعمرك. احنا من وزاره الصحه، الوفد اللي ماسك شؤون الانتخابات تابع لكوفيد تيم. طبعا احنا ماسكين في عندنا جانب من الصحه الوقائيه وجانب من الطوارئ الطبيه، اللي هي العياده اللي تهتم لا سمح الله لو صار اي طارئ طبي، من سواء العاملين معانا من وزاره الداخليه او الاعلام او الستاف اللي بوزاره الصحه او المرشحين، حاطين عياده للحالات الطارئه. والشق الثاني واللي هو عليه الشغل الكبير اللي هو قسم الصحه الوقائيه، اللي ننظم لنا الشغل هذا كله، نشرح ان شاء الله وياكم. دكتور احمد، يعني كيف وجدت مستوى التجاوب من المرشحين وايضا العاملين في اداره الانتخابات؟ والله لله الحمد، احنا اليوم ثالث يوم، طبعا اول يوم كان عندنا شويه ضغط، بس لله الحمد احنا الطاقه الاستيعابيه او المقدره لهذا الحدث كانت على اساس ان نستقبل باليوم تقريبا 200 الى 250 ناخب. لله الحمد احنا ما وصلنا لهالرقم، فالطاقه الاستيعابيه مستوعبه الوضع، وتعاون الجمهور هذا يعني شيء وايد يعني فادنا وريحنا بالتنظيم. تعاون الجمهور كان وايد زين، الا بعض الملاحظات البسيطه انا دائما استغل المنصات الاعلاميه يعني احاول انبه عليها على اساس يصير الاستجابه اكثر واكثر ويساعدونا في تسهيل الامور اكثر واكثر. لله الحمد يعني الاشادات على طول يوميا من الاخوه المرشحين على سلاسه الاجراءات وتسريع الاجراءات. المرشح من دخوله للبوابه لبوابه الخروج ما يطول اكثر من 10 دقائق، فالامور ان شاء الله سهله وبسيطه باذن الله. دكتور احمد، يعني بما يتعلق بموضوع المحجورين من الاشخاص الراغبين بالتقدم للترشح لانتخابات مجلس الامه 2020، يعني كيف هو تعاملكم مع المحجورين من الاشخاص الراغبين بالتقدم للترشح لانتخابات؟ اي نعم، هذا الشق اللي يشتغلون عليه اخواننا في الصحه الوقائيه. طبعا احنا نستقبل المرشحين على فئات، فئة الأشخاص السليمين اللي حرارتهم سليمة، أول ما يدشون علينا بالبوابة ناخذ بطاقته المدنية نشيك عليه، هل عنده حجر صحي، هل كان مسافر قريب، مسوي مسحة قريب، عنده حجر 14 يوم، نشيك عليه عن طريق تطبيق شلونك. هذا الشق الحين بشرحه، إذا كان سليم وما معه أعراض وحرارته سليمة راح يدش طبيعي وياخذ الأوراق والإجراءات مع الداخلية، إخواننا بالداخلية، والأمور طيبة. الشق الثاني مرتنا تقريبا حالة اليوم وحالة أمس. الشق الثاني اللي هو الإخوان اللي يكون مثلا عنده مسحة بوزيتيف إيجابية يعني، أو مثلا يكون مسافر مثل حالتين اللي يونا، كان مسافر وتحت حجر منزلي لمدة 14 يوم، هذا قبل لا يينا لازم يكون ياخذ إذن من تطبيق شلونك. الإخوان ترى اللي يونا أمس واليوم رديناهم وبعدين خذوا إذن وردوا مرة ثانية، إحنا والله زعلنا يعني إن ضايقناهم بهالسالفة، بس هو لازم ياخذ اذن، راح ياخذ اذن ويجي عندنا ناخذ بطاقته المدنيه، نسجل وصوله، راح يطلع له موظف من وزاره الداخليه باشراف من وزاره الصحه، لبسه لبس تعقيم، لبس بروتكشن كامل من فوق لتحت، ويتعامل معاه بالسياره برا، ما يدش داخل. نضبط اوراقه برا ونسوي له الخدمه برا ويتوكل على الله. دكتور احمد، يعني للتوضيح فقط، يعني منذ ان فتح باب التسجيل للانتخابات، يعني تقدم شخص واحد فقط مرشح مصاب دكتور بكوفيد 19؟
هو مو مصابين، هم يانا شخص اليوم ويانا شخص امس. هم جايين من السفر قريب قبل تقريبا 3 ايام وتحت الحجر المنزلي، فهذا يعني لازم يتابع التطبيق شلونك وما يقدر يطلع. فاحنا عشان يعني سهل امور المرشحين لازم ياخذ اذن من تطبيق شلونك وعندنا عشان ناخذ الاجراءات الثانيه اللي هي نطلع للي برا، نطلع مخصصين موظف واحد يطلع للي برا فول بروتكشن ياخذ بياناته وشغله وبرا بسيارته، يعني ما يدخل داخل عندنا ولا يحتك بالاخوان اللي يشتغلون بوزاره الداخليه او باقي المرشحين. فظاهر الاخوان يعني ما كانوا مستوعبين هالموضوع. اليوم امس واليوم عادوا نفس الغلطه، ما اخذوا اذن من تطبيق شلونك. طبعا هذا يعني كسر حظ، كسر للحجر ال 14 يوم يعتبر اذا ما اخذ اذن. احنا رديناهم خذوا اذن وجونا مره ثانيه. بس هذا اكثر شيء. في ملاحظه ثانيه بعد. تفضل. عندنا احب انا دائما اذكرها بالاعلام على اساس يعني انور الناس شيء. احنا طبعا الاعلام شوي خففنا الستاف الاعلامي اللي برا وقاعد نسوي التباعد الاجتماعي وقاعد حطينا يعني الدخله بروح والطلعه بروح وخففنا الاحتكاك بالعالم، بس المرشحين يعني للحين مو مستوعبين لازم يكون بروحه. احنا الاخوه المرشحين شوي سووا لنا ربكه لما يوم معاهم 5 6، احنا ما نعرف منو المرشح فنشيك على بطايقهم، تدري لما يكون واحد غير لما يكون 5 6، فهذا شوي سوى لنا ربكه. بس الحمد لله الامور طيبه وقدرنا نتعامل معاها بمساعده اخواننا بوزاره الداخليه والصحه الوقائيه ما شاء الله تبارك الرحمن. فاحنا قاعد نطبق التباعد الاجتماعي، بس بعض المرشحين الله يهداهم يعني ما يطبق التباعد الاجتماعي بالسياره معه، يكون هو بروحه بالسياره معه 5 6. فنتمنى ان شاء الله من المرشحين شوي الاغلاط هذه يعني بالايام الجايه شوي تعدل فقط لا غير. نفهم دكتور احمد يعني الاجراءات الصحيه يعني اسفرت التي تجرى عند دخول المرشحين الى مقر التسجيل، يعني اسفرت عن رصد حاله واكثر من حاله في مصابه بكوفيد 19، يعني هذا ينم عن التعامل مع الاجراءات الصحيه وايضا الشديده في الادارات اداره الانتخابات كفحص ارتفاع درجه حراره احد المتقدمين للترشح. يعني هل اتضحت اليه الاجراءات دكتور الاجراءات الصحيه في عمليه الاقتراع؟ شلون ما كان واضح؟ هل اتضحت اليه الاجراءات الصحيه في عمليه الاقتراع دكتور؟ اي طال عمرك، احنا ترى مو بس نقيس الحراره، احنا نوجه له اسئله. اذا كان في اشتباه انه ممكن يكون مثلا ممكن يكون عنده مثلا كوفيد 19 اسئله الاصابه ومع الحراره اللي نقيسها، بعدين لما يدش لازم نتحافظ على كمامه معاه، يلبس الجلوفز وياه، نحافظ يعني نعطيه معقمات قبل لا يدخل. هذه الاجراءات لما نطبقها راح يعني نحد من موضوع انتقال العدوى. هذا هم اجراء قاعد يطبقه الصحه الوقائيه، يعني مو معناته ان انت سليم خلاص راح تدش بدون كمام، راح تدش بدون جلوفز، راح تدش بدون معقمات، لا. دكتور احمد يعني هل اتضحت اليه الاجراءات الصحيه يعني في عمليه الاقتراع يعني وايضا بماذا تنصح المقترعين؟ والله الاجراءات واضحه من الجمهور نفسه، يعني تبارك الرحمن الاشادات نشوفها يوميا. كل ما طلع المرشح هو يتوقع ان احنا قاعد وزارة الصحة وقاعد صعب الامور وعلى بالهم ان الموضوع راح لما يدخل راح يطول، لا بالعكس هم اللي يطلعون اغلبهم يقولون ما شاء تبارك الرحمن يعني ما صارت اسهل من ايام قبل كورونا، يعني مو اكثر من 10 دقائق انت داش خالص اوراقك وطالع متوكل على الله. فعل الاجراءات الصحية ما اثرت على سير العمل لله الحمد والامور طيبة وعلامات الرضا تبارك الرحمن نشوفها ترى وجيه المقترعين يوميا والثناء يوميا قاعد نسمع منهم لله الحمد، وهذا شيء مفرح لله الحمد. دكتور احمد يعني هل سوف يتواجد ان شاء الله خلال عمليه الاقتراع في انتخابات مجلس الامه 2020 لجان صحيه للكشف عن ايضا الناخبين؟ والله هذا احنا طال عمرك يعني ننطر وزاره الصحه يجتمعون، وهذه القرارات ما ادري اذا بتوا فيها ولا لا، انا ما اقدر اصرح فيها لان هذا شيء للحين
ما ادري شنو صار، هذا يعني سابق اوانه، تو الناس باقي شهر، بس اتوقع ان شاء الله الدكتور باسل يعني قدها وقدود يعني. الدكتور اخصائي طب عائله بمنطقه العاصمه الصحيه احمد العجمي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. حياك الله، حياك الله. إذا مشاهدينا يعني راح تستمر الحياة بإذن الله بجميع تفاصيلها اللي بدينا نتعود عليها بعدما يعني غيرت كورونا كل شيء. راح نواجه الوباء وراح نكمل حياتنا وأيضا العمل والدراسة وحتى ممارستنا الديمقراطية. ما راح نخلي الجائحة توقف في الحياة، لكن بنواجهها يعني بالالتزام وأيضا بالحرص وبالحذر والمحافظة على الالتزام بالإشراطات الصحية وأيضا التدابير الوقائية. راح نكلل الجهود المبذولة من الدولة عبر جميع مؤسساتها بالالتزام وأيضا بالتعاون حتى ننجح في اجتياز هذه الأزمة وعبورها بإذن الله. في أمان الله.